السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كذا صديق ليه على الفيسبوك اللي كاتب انا بدور على افلام كئيبة او افلام حزينة او حاجة زي كده يعني. فليه يعني انا فاهم الواحد مثلا يدور على افلام مغامرات، افلام اكشن، افلام لها قصة، افلام تاريخية يعني، انما ادور على حاجة تزود الكآبة او تزود الحزن يعني مزاج غريب. يعني لو انت مبسوط زود الانبساط، لو انت حزين دور على حاجة تنسيك الحزن بتاعك. الموضوع مش سهل يعني. انت اللي بيدخل ده يعني كأنك انت مثلا بتاكل حاجة مسمومة. واحد بيقول انا عايز اكل مسموم او عايز حاجة حزينة يعني، حاول ان انت تسعد نفسك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الله عيش السعداء، اللهم اني اسألك عيش السعداء. فبلاش ان انت تبقى عارف ان في قصة كئيبة او قصة حزينة، او انت اتفرجت على حلقة مسلسل ولقيتها كئيبة وتقعد تكمل فيها. كان في مسلسل كده مش فاكر ياباني، كان ناس كتير بتتفرج عليه، ما كانش فيه نت ولا حاجة، كان هو لازم تتفرج على الحاجة اللي موجودة في التلفزيون. كل حاجة كئيبة اكتر من اللي قبليها، واحنا ناقصين، ما كفاية الكورونا وكفاية المشاكل اللي عندنا بتزودوا ليه الكئيبة. في ناس كده عندها غيه وبعد كده يقول لك انا زعلان او انا تعبت او مرضت. الكثره المشاهده الحزن بيمرض الجسم نفسه وبيمرض، بيسبب امراض كتيره جدا. فيعني استغل وقتك في حاجه مفيده، ويعني دور على حاجه تسعدك، دور على حاجه تديك معلومه، دور على حاجه تقربك لربنا وهكذا.